يلا يلا يلا، تاخرنا ولا تاخرنا؟ الحمد لله، دي لو كانت نزلت على دماغك كنت هتهدوا. استنى لحد ما ايوه اسكت ابدا. اهلا بيكم، النهارده ان شاء الله عندنا فيديو من فيديوهاتنا اللي هي الحصريه ان شاء الله. النهارده قناة مستر بنا هتتعاون مع قناة هيرو اورنج، ومعانا برضو لوكا صاحبة قناة البنت ان شاء الله المستقبلية اللي هتتعمل قريب. النهاردة ان شاء الله هنجرب لعبة من العاب الزمن الجميل، لعبة يمكن لعبتها زمان وانا قد حسن لسه صغير. هي لعبة من العاب كمبيوتر الصخر، انتوا عارفين كمبيوتر الصخر زمان في سنة 85 لما كان عندي 10 سنين ما جبنا الكمبيوتر الصخر، كنت مبهور الصراحه باللعب اللي فيه، كانت العاب صغيره كلها بالكيلو بايت والكلام ده كله، بس كانت العاب جميله. طبعا انا قعدت ادور عشان اشغل تاني اللعب دي واحاول العب بيها لحد ما الحمد لله ربنا عطرني في المحاكي بتاع العاب الصخر. هسيب لكم الرابط بتاعته في الديسكريبشن ان شاء الله، بس ما تنسوناش طبعا لو عجبتكم الحلقه دي اللايك المتين، ولا ما عجبتكمش ادونا ديسلايك مش مشكله، واي راي ليكم ادونا ان شاء الله في التعليقات. عايزين الفيديو ده ان شاء الله يوصل ان شاء الله كم مشترك يا حسن، ولا كم مشاهده، كم لايك، عايزين يوصل ل 10,000 لايك، يعني ربنا يسهل الحال يعني. كتير. 1000 لايك حلو، احنا مش طماعين. نجرب الاول عشان نشغل العاب الصخر. طبعا بنجيب المحاكي قدامنا اهو، قلت له رقم هبقى اسيبه ان شاء الله في الديسكربشن. هنشغل الملف اللي هو بلو ام اس اكس. على فكره الصخر بيرمز له بكلمه ام اس اكس. بيتفتح لنا المحاكي بالشكل ده. اول حاجه هندوس من فوق كده وبعدين اختار كارتريدج سلوت. انا هلعب ان شاء الله لعبه الوادي الشقي، لعبه من الالعاب الجميله جدا الوادي الشقي اللي هتعجبكم ان شاء الله جدا. اللعبه دي كنت مدمن عليها زمان من وانا صغير، لعبه الوادي الشقي ده المغامرات بتاعته. اللعبه دي تخيلوا كلها معموله في سنه 84، كلها يمكن بالكيلو بايت، قليله جدا. البس انا ده كده حسن عشان اشوف. حد شايف تعبوه؟ جيب كده الت و اف 12 عشان نجيب بقى ايه الفول سكرين بتاعنا ونشوف. يلا نط كده، نط نط يلا، المنع المائي اهو، نط على كده حلوه، اول خطوه تمام، نط عدينا الحمد لله. يلا كده يلا نط بتاع دي، لو مسكته هتقفش في رجل امه. الحمد لله الحمد لله. يلا يلا كده نط، ينفع لو نط نطه كبيره، دوست دوسه كده على السبيس يطير كده فوق. يلا يلا يلا، تاخرنا ولا تاخرنا؟ الحمد لله، دي لو كانت نزلت على دماغك كنت هتهدوا. دي الابيار 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 الابيار، كويس عدينا الابيار. اللعبه كده يتهيألك ان هي سهله، لكن هي فيها نسبه من الصعوبه. الشماسي ايه الابيار؟ ما هي دي ابيار، دي اللي احنا عدينا من عليها، جمع بير ابيار. يلا نط هنا كده مكعبات، اطلع كده اطلع كده اطلع كده اطلع كده، يلا بص بقى هنا. الحمد لله كانت هتشوطه دي، ادي اهي اول مرحله اهو، اول مرحله عجبتكم اول مرحله دي، ايه رايكم؟ تحبوا نكمل في السلسله دي تاني من الالعاب؟ نكمل الليفل اللي بعده ولا بلاش يا حسن؟ نشوف التعامل مع الحلقة دي، لو عجبتهم ننزل الحلقة. حسن بيقول لي خليها كده لحد ما نشوف التعامل مع الحلقة ايه. عايزيننا نكمل وفي اللعبة ان شاء الله، ونوريكم بقية المراحل كلها والتدرج في الصعوبة. تنسوش ان شاء الله تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وتقولوا لنا برضو ايه رأيكم، يعني هل تحبوا نكمل ولا لا اللعبة؟ صح حسن؟ صح ماشي حسن. يلا نشوفكم ان شاء الله ايه في حلقة جديدة، ومع السلامة.